بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، ففي قراءة شرح الأزهرية في علم العربية للشيخ خالد الأزهري نبدأ الحديث عن علامات الاسم. الاسم هو ما يدل على المعنى بنفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وله علامات متعددة. إحدى العلامات الخفض، والخفض في اللغة بمعنى التذلل والتسفل، عكس التكبر والتعالي. وفي النحو هو الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض، والكسرة هنا ذكرت وحدها لأنها الأصل، وغيرها من علامات الخفض متفرع عنها ونائب عنها من الفتحة والياء، سواء كان الخافض حرفا أو اسما. ينبه الشارح بهذه العبارة على أن الجر أو الخفض على نوعين، إما أن يكون بسبب دخول الحرف، بسبب دخول حرف الجر، وإما أن يكون بسبب المضاف. كل مجرور إما أن يكون مجرورا بحرف جر، وإما أن يكون مجرورا بالمضاف. والجر والخفض بمعنى واحد، سواء كان الخافض حرفا مثل لله، في الأرض، في أنفسكم، أو اسما، أو اسما مثل عبد الله، الله مجرور وعامل الجر المضاف. ولا ثالث لهما على الأصح، ولا ثالث لهما على الأصح، هذان العاملان لا ثالث لهما. المشهور أن أوامل الخفض ثلاثة، حرف الجر والمضاف أو الإضافة ثم التبعية. والشيخ يرد بهذه العبارة اعتبار التبعية من أوامل الجر. التبعية ليست من أوامل الجر على الأصح. المتبوع أو التابع المجرور مجرور بما جر متبوعه. عندما أقول مررت بزيد الكريم، الكريم نعت مجرور، مجرور بإيه؟ ليس بالتبعية، بل مجرور بالباء، كما أن المنعوت مجرور بالباء أيضا. هذا معنى قوله ولا ثالث لهما، أي للحرف والمضاف على الأصح. وفي هذه العبارة رد على أمرين. الأمر الأول اعتبار الإضافة عاملا للجر في التركيب الإضافي. عندما أقول عبد الله، بعضهم يقولون الله مجرور بالإضافة، هذا القول موجود ولكنه على خلاف الأصح. الأصح أنه مجرور بالمضاف، الله مجرور بكلمة عبد، كتاب زيد، زيد مجرور بكلمة كتاب بالمضاف وليس بالإضافة، هذا هو الأصح. واعتبار الإضافة عاملا قول على خلاف الأصح، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني اعتبار التبعية عاملا من أوامل الجر، وهذا قول ضعيف جدا لا يكاد يثبته أحد من المحققين، لا تكاد تجد أحدا من المحققين يثبت هذا القول، إلا أنه يذكر للمبتدئين فقط أحيانا لتقريب
مسألة إلى أذهانهم. ولا ثالث لهما على الأصح، نحو بزيد، زيد مجرور بالباء، وغلام زيد، زيد مجرور بغلام وهو المضاف. هذه العلامة الأولى الخفض، وهي بمعنى الجر، الخفض والجر بمعنى واحد، وكلاهما عبارة عن كسرة يحدثها عامل الخفض، ويحمل أو ويلحق بالكسرة ما ينوب عنها في هذا الباب، مثل الفتحة في الممنوع من الصرف، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، أحسن مخفوض بالباء، علامة الخفض الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ ماذا؟ لماذا ممنوع من الصرف؟ لأنه علم، على وزن أفعل، تمام، لكنه علم، أحسن علم، ولا صفة، صفة. إذن الوصفية ووزن الفعل، الوصفية ووزن الفعل. وكذلك الياء في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الستة، ووصينا الإنسان بوالديه، والدي مخفوض بالباء، علامة الخفض الياء لأنه مثنى. وحرم ذلك على المؤمنين، المؤمنين مخفوض بألا وعلامة الخفض الياء لأنه جمع المذكر السالم. ارجعوا إلى أبيكم، أبي مجرور بإلى وعلامة الجر الياء لأنه من الأسماء الستة. انتهينا من العلامة الأولى. العلامة الثانية التنوين، والتنوين في اللغة بمعنى إدخال النون، النطق بالنون، إدخال النون في الكلمة. نون بمعنى أدخل النون، نون ينون تنوينا. ويستعمل التنوين بمعنى رفع الصوت أيضا، هذا في اللغة يقال نون الطائر، يقال نون الطائر بمعنى رفع صوته. وفي النحو التنوين في النحو هو نون ساكنة، نون ساكنة يعني غير متحركة، تلحق الآخرة يعني لا تقع في الوسط أو في الأول، تقع في آخر الكلمة فقط، تلحق الآخرة يعني تلحق آخر الاسم. الهنا نائب عن المضاف إليه، أحيانا يهذف المضاف إليه ويؤتى بأل نائبا عنه، وإن كان هذا على مذهب الكوفيين، يعني أقول الكتاب والأصل كتاب الله، فأحذف المضاف إليه وآتي بأل نيابة عنه، هذا جائز إذا دل عليه دليل. تلحق الآخرة تثبت وصلا، تثبت وصلا يعني هذه النون الساكنة الواقعة في آخر الاسم تثبت في حالة الوصل، أي إذا وصلت الكلمة المنونة بما بعدها، وإذا قطعت أما بعدها يعني إذا وقف عليها لا يظهر التنوين. أقول قرأت كتابا مفيدا، كتابا مفيدا، قرأت كتابا مفيدا، كتابا كلمة منونة، مفيدا كلمة منونة أيضا، لكن التنوين في كتاب وقع في حالة الوصل، الكلمة موصولة بما بعدها، والتنوين في مفيد ليس في الوصل فلا يظهر. القراءة الصحيحة أقول قرأت كتابا مفيدا، التنوين من الكلمة الثانية يبدل ألفا، هذا معنى تثبت وصلا.
إذا كانت الكلمة المنونة موصولة، إذا كان الاسم المنون موصولا بما بعده فالتنوين يظهر، وإلا فلا تثبت وصلا. غالبا غالبا، لماذا غالبا؟ لأن التنوين يسقط في بعض الأحوال، يحذف في حالة الوصل. أيوة، كالمنادى إذا كان نكرة مقصودة، أقول يا رجل بلا تنوين، يا رجل الطيب، يا رجل الطيب، أين التنوين؟ قد هزل، مع أن الكلمة في حالة الوصل. وكذلك إذا وصف الاسم المنون بكلمة ابن مضافة إلى علم، أقول قال زيد بن علي، زيد بن علي بلا تنوين، زيد بن علي، التنوين ساقط مع أن الكلمة في حالة الوصل. لذلك قال غالبا، للتنبيه على أن التنوين يسقط في حالة الوصل، يسقط وصلا في بعض الأحوال. فيهن، فيهن الضمير يعود على إيه؟ نون ساكنة، نون ساكنة، تلحق الآخرة، تثبت وصلا. غالبا فيهن يعني لحوق التنوين، كون التنوين نونا ساكنة هو الغالب، وقد تحرك في بعض الأحوال في حالة التقاء الساكنين. أقول قال خالد الأزهري، خالد الأزهري، التنوين هنا مذمومة، يعني حرك التنوين هنا لالتقاء الساكنين، لا أقول خالد الأزهري، أقول خالد الأزهري. مفهوم الكلام؟ إذن فيهن أي السكون هو الغالب، الضمير فيهن يعود على ثلاثة أشياء: سكون النون ولهوك الآخر وثبوتها في الوصل، هذه الثلاثة في الغالب. ولكن على خلاف الغالب التنوين يحرك، وعلى خلاف الغالب التنوين يكون في غير الآخر في الوسط، ككلمة يدن، يدن كلمة منونة، التنوين على الدال وليس هو الآخر، الأصل يدين، فهزفت اللام، هزف الآخر ونزل ما قبل الآخر منزلة الآخر، هذا على خلاف الغالب. أب أيضا أصله أبون، فهزف الآخر ونزل ما قبل الآخر منزلة الآخر. وكذلك وصلا، يعني ثبوت التنوين في حالة الوصل هو الغالب، وعلى خلاف الغالب التنوين يسقط في حالة الوصل، مثل يا رجل الطيب وزيد بن علي. ثم قال وتحذف خطا، يعني التنوين لا يكتب بصورته المنطوقة، وتحذف خطا. هذه العبارة فيها بعض التجوز، التنوين يكتب ولكن لا يكتب بالنون فقط، لأن الكلمة المنونة إن كانت مرفوعة يكتب عليها ضمتان، وإن كانت منصوبة يكتب عليها فتحتان، وإن كانت مجرورة يكتب عليها كسرتان. الحركة الثانية تدل على التنوين، فكأن التنوين مكتوب، لكنها لما كان التنوين لا يكتب بالنون كما ينطق اعتبر غير مكتوب. وتحذف خطا ووقفا، في حالة الوقف
التنوين يسقط، يعني إذا كانت الكلمة مرفوعة التنوين يسقط. أقول جاء رجل ولا أقول جاء رجل، هذا خطأ. المرفوع يوقف عليه بالسكون فيسقط التنوين جاء رجل. وكذلك في حالة الجار التنوين يسقط، أقول مررت برجل. والله غفور رحيم بالسكون، والأصل غفور رحيم، لكن في حالة الوقت التنوين يسقط. وما هو عن الغيب بضنين، أصله بضنين فحذف التنوين لأن الكلمة مجرورة. وفي حالة النصب التنوين يقلب ألفا، التنوين يقلب ألفا في حالة النصب. غالبا، طيب هو يشرح معنى غالب. غالب ذكر غالبا في التعريب مرتين، قال فمن غير الغالب أن التنوين قد يحرك لالتقاء الساكنين، يحرك، هذا على خلاف الغالب. نحو محظورا ننظر، محظورا ننظر، محظورا انظر، التقى الساكنان، التنوين ساكن والنون الواقعة بعد همزة الوصل ساكنة، فحرك التنوين لالتقاء الساكن. وقد يلحق الأول، أي قد يكون التنوين في غير الآخر. نحو شربت من، بمعنى شربت ماء، من الميم فقط اسم مقصور بالقصر. كلمة ماء فيها لغتان، هناك لغة المد وهناك لغة القصر. لغة القصر أقول شربت من بالتنوين، التنوين واقع على الميم. وقد يهذف وصلا، التنوين قد يهذف وصلا. متى يهذف؟ إذا كان في علم، إذا كان التنوين في علم موصوف بابن، يعني هذا العلم إعرابه منعوت ونعته كلمة ابن، وابن مضاف إلى علم آخر. عندي ثلاثة شروط لابد أن تتحقق. الشرط الأول أن يكون المنون علما، الشرط الثاني أن يكون إعرابه منعوتا، الشرط الثالث أن يكون نعته ابن، الشرط الرابع، هي الشروط أربعة وليست ثلاثة، الشرط الرابع أن يكون ابن مضافا إلى علم. إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة فالتنوين يهذف، وإذا اختل شرط من الشروط الأربعة ثبت التنوين. نحو قال زيد بن عمرو، زيد بلا تنوين، زيد علم وهو منعوت ونعته ابن، وابن مضاف إلى علم وهو أمر، تحققت الشروط. طيب لو قلت قال زيد ثم قلت ابن الكريم، الكريم ليس علما صفة، إذن هنا أقول زيد ابن الكريم، زيد ابن الكريم بإثبات التنوين. وكذلك يجوز أن أقول زيد ابن عمرو، زيد ابن عمرو، على أن زيد مبتدأ وابن عمرو خبر مبتدأ. اختل الشرط لأنه هنا مبتدأ وليس منؤوتا، مفهوم الكلام؟ ألو، أربعة شروط إسقاط التنوين من العلم. الشرط الأول أن يكون علما، أن يكون المنون علما. الشرط الثاني أن يكون منؤوتا. الشرط الثالث أن يكون نعته ابن. الشرط الرابع أن يكون ابن مضافا إلى علم. إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة هزف التنوين من المنون. هو ذكر
هذا الموضع فقط، ويضاف إليه النكرة المقصودة في حالة النداء، التنوين يسقط أيضا. يا رجل الطيب، يا رجل الفاضل، أصله رجل بالتنوين، سقط التنوين. وكذلك العلم أيضا، زيد عند النداء أقول يا زيد، التنوين سقط. يعني التنوين يسقط في حالة الوصل في المنادى المنون، في المنادى المنون، لكن بشرط ألا يكون نكرة غير مقصودة، فالتنوين ثابت. أقول يا طالبا، يا رجلا، نكرة غير مقصودة، فالتنوين ثابت، لكن نكرة مقصودة والعلم التنوين يسقط. قال زيد بن عمرو بحذف تنوين زيد تخفيفا، مكتوب عندي وبحذف تنوين زيد تخفيفا، يظهر أن هذه الواو خطأ. بحذف دون الواو لا، يعني الموضع لا يتناسب مع العطف. قال زيد بن عمرو بحذف تنوين زيد تخفيفا، ليس وبزيد وبحذف تنوين زيد. طيب، هذا تعريف التنوين. وهذا التنوين المعرف بهذا التعريف له أقسام، له إيه؟ وهي كالآتي. قال وهو أقسام أربعة، وهو ماذا؟ أقسام أربعة. الأول تنوين التمكين، تنوين التمكين، هذا القسم الأول من الأقسام الأربعة، تنوين التمكين. ويقال تنوين التمكن، ويقال أيضا تنوين الأمكانية، ويقال أيضا تنوين الصرف. أربعة أسماء لمسمى واحد، أربعة أسماء لمسمى واحد، تنوين التمكين، تنوين التمكن، تنوين الأمكانية، تنوين الصرف. وتعريف هذا التنوين أو ضابط هذا التنوين الذي هو القسم الأول من الأقسام هو ما يدخل في الاسم المعرب المنصرف، هو ما يدخل في الاسم المعرب المنصرف ما عدا جمع المؤنث السالم، يدخل في الاسم المعرب المنصرف ما عدا ايه؟ جمع المؤنث السالم. ما عدا جمع المؤنث السالم. الأسماء تنقسم قسمين، عندي معرب وعندي مبني، عندي معرب وعندي ماذا؟ مبني. المعرب قسمان، منصرف وماذا؟ وممنوع من الصرف، منصرف وممنوع من الصرف. طيب، المنصرف، المعرب المنصرف هو الذي ينون بتنوين التمكين، المعرب المنصرف هو الذي ينون بتنوين التمكين. يستثنى من المعرب المنصرب جمع المؤنث السالم فقط، فتنوينه يسمى تنوين المقابلة كما سيأتي. وتنوين التمكين يكون في النكرات ويكون في الأعلام، يكون في العلم ويكون في النكرة. ولذلك جاء الشارح بمثالين، نحو زيد ورجل، نحو هند وامرأة، هند امرأة، زيد رجل. التنوين في زيد وهو علم يدل على مؤين، وفي هند وهو علم يدل على شخص معين، امرأة معينة، وفي رجل، رجل، التنوين تنوين التمكين وهو نكرة، امرأة، التنوين تنوين التمكين وهو نكرة. هل فهمتم شيئا؟ ولا غير مفهوم؟
فرح. الحمد لله دائما وأبدا. الثاني في إشكال؟ في إشكال؟ في مشكلة؟ خلاص اسألي، أين المشكلة؟ يعني هل يجوز أن نقول تنوين التمكين يدخل في النكرات فقط؟ لا، خطأ. التنوين في زيد اسمه إيه؟ لا يمكن، خطأ. تنوين التمكين لا يختص بالنكرات، يدخل في النكرة ويدخل في المعرفة. مثال المعرفة المنونة بتنوين التمكين زيد وهند ومحمد ومحمود، هذه كلها معارف وفيها تنوين التمكين. رجل، امرأة، طالب، ولد، كتاب، هذه كلها نكرات ومنونة بتنوين التمكين. تنوين التمكين يدخل في المعرفة ويدخل في النكرة، يعني كل اسم غير ممنوع من الصرف فهو منون بتنوين التمكين إلا إذا كان جمع المؤنث السالم، بغض النظر عن كونه نكرة أو معرفة. كل معرب منصرف تنوينه تنوين التمكين، سواء أكان معرفة أم كان نكرة، يستثنى جمع المؤنث السالم فقط. والثاني، القسم الثاني من أقسام التنوين، تنوين التنكير. تنوين وهو ما يدخل في بعض الأسماء المبنية، هو ما يدخل في بعض الأسماء المبنية. فرقا بين المعرفة والنكرة، ما يدخل تنوين التنكير هو ما يدخل في بعض الأسماء المبنية فرقا بين المعرفة والنكرة. فالمنون نكرة وغير المنون معرفة، هذا في المبنيات. أما المعرب المنصرف فتنوينه لا يدل على أنه نكرة، وعدم التنوين لا يدل على أنه معرفة. المبني هو الذي يدل تنوينه على التنكير، وعدم التنوين يدل على التعريف، المبني فقط. ولذلك نقول هنا تنوين التنكير هو ما يدخل في بعض الأسماء المبنية فرقا بين المعرفة والنكرة. المنون نكرة وغير المنون معرفة، مثل عندي سيبويه. سيبويه بلا تنوين يدل على شخص معين، سيبويه بالتنوين يدل على شخص لا يعرف حقيقته، لا تعرف حقيقته. أقول قال سيبويه، يعني رجل اسمه سيبوي ولكننا لا نعرفه، لا نعرف إلا اسمه فقط ولا نعرف عنه أي شيء، لكن سيبويه شخص معروف بصفاته ولا يجهله من له علاقة بالعربية، صاحب الكتاب مثلا. وهذا التنوين تنوين التنكير ينقسم قسمين، هناك سماعي وهناك قياسي. القياسي يعني يطرد في أنواع معينة، يجوز لك أن تنون هذه الأنواع بغض النظر عن وروده بعينه عن العرب. وهذا القياسي، هذا القياسي، القياسي من تنوين التنكير يكون في الأسماء المختومة بويه، الأسماء التي آخرها ويه تنون بتنوين التنكير قياسا. كل اسم آخره ويه يجوز أن ينون إن كان مدلوله غير معين، مثل سيبوي ونفطوي
وخالويه وراهويه وهكذا. حمدويه كل اسم آخره ويه ينون بهذا التنوين قياسا. وغير الأسماء المختومة بويه تنون بهذا التنوين سماعا عن العرب كأسماء الأفعال والأصوات، مثل صهن بالتنوين هذا منقول عن العرب ولو لم ينقل لم تنع فيه التنوين. صهين اسم فعل الأمر ومعناه لا تتكلم، صهين معناه لا تتكلم، نهي عن مطلق الكلام، النهي المطلق، النهي عن الكلام مطلقا لا تتكلم. طيب يمكن أن أقول صهي بلا تنوين، أو يمكن أقول صح بالسكون بلا تنوين، ومعناه ترك كلام معين. أتكلم معك وفتحت موضوعا لا أريد الكلام فيه بقول لك صح، بمعنى لا تتكلم في هذا الموضوع أو لا تتكلمي في هذا الموضوع. وإذا أردت إنهاء الكلام بأكمله أقول صحين، بمعنى أسكت لا تتكلم، لكن صح لا تتكلم في موضوع معين. هل فهمتم شيئا؟ كل ما في اللغة العربية دقيق وله دلالاته. طيب والثالث، القسم الثالث تنوين المقابلة. تنوين ماذا؟ وتعريفه هو ما يدخل في جمع المؤنث السالم فقط. وهو مثل تنوين التنكين، مثل تنوين التمكين، لا يدل لا على التعريف ولا على التنكين. هذا التنوين غرضه لفظي بحت، لفظي فقط، جيء به ليقابل النون في جمع المذكر السالم أو ليقابل التنوين في مفرده إن كان منونا. مسلمات، هذا التنوين يقابل النون في آخر جمع المذكر السالم مسلمون. التنوين في جمع المؤنث يقابل النون في مسلمون، غرض لفظي لا يدل لا على التعريف ولا على التنكير ولا أي شيء، مثل تنوين التمكين لا يدل لا على التعريف ولا على التنكير، لا يدل على معنى، لا معنى له، بس يعني فقط نقول تنوين التمكين يدل على أن ما دخل عليه معرب ومنصرف، يعني لا مبني ولا ممنوع من الصرف. طيب تنوين المقابلة يدل على أن مدخوله جمع المؤنث السالم، أو فقط النون لمقابلة، التنوين لمقابلة النون في جمع المذكر السالم أو لمقابلة التنوين في المفرد. وهذا التنوين، تنوين المقابلة مثل تنوين التمكين، يدخل في النكرة ويدخل في المعرفة، يدخل في النكرة ويدخل في المعرفة أيضا. نهو هندات، هذا جمع نكرة، يعني العلم إذا جمع أو سني صار نكرة ولا يتعرف إلا بأل، هذا المشهور وما عليه الجمهور. زيد هذا معرفة علم، طيب إذا جمع فقيل زيدون صار نكرة. وتعريفه بأل، إذا أردت تعريفه أقول الزيدون. زيد معرفة، إذا قلت زيدان صار نكرة، وإذا أردت تعريفه قلت الزيدان. إذن هند معرفة، إذا قلت هندات صار نكرة، إذا أردت التعريف لابد من إدخال أل، هذا ما عليه الجمهور. ومن النحويين من أثبت فيه التعريف بعد التثنية والجمع كما كان قبل ذلك، حتى لم يكون الأشخاص موجودين أيضا لا يصلح المعرفة. ماذا؟ مثلا نحن نقول مثلا قلنا زيد، عندما أقول زيدون معناه أشخاص اسم كل واحد زيد. نعم، مثلا اسم
عندما نقول زيدون معناه أشخاص، اسم كل هل يدل على معين؟ يعني إيه ممكن؟ عندما أقول زيد شخص واحد اسمه زيد. اسمع اسمع اسمع، سألت اسمع. عندما أقول زيد هذا اللفظ يدل على شخص معين يعرفه الجميع، وهذا الاسم الذي يدل عليه. لكن عندما أقول زيدون معناه أشخاص، يعني غير واحد يشترك، هذه الأشخاص تشترك في اسم واحد. طيب من هؤلاء الأشخاص؟ مثلا نحن، نحن أنتم من؟ مثلا اسمي أنا زيد. احذف كلمة مثلا، كل مجموعة اسم كل واحد زيد، هذا يصدق عليه. كل جماعة اسم كل منهم زيد، عندما أقول زيدون يصدق عليه. والمعين لابد ألا يكون فيه اشتراك. هذه المجموعة كما تريد أن نقول كل واحد اسمه زيد. طيب عندما أقول زيدون ما المانع أن يكون المقصود جماعة أخرى اسم كل واحد اسمه زيد، كل واحد منهم اسمه زيد، ما المانع؟ ولكن إيه؟ لأجل هذا نقول حتى لو يكونوا موجودين. لذلك إذا عرضنا المعرفة ندخل أل. عندما أقول الزيدون يعني أشخاص معينون اسم كل منهم زيد، أشخاص معينون يعرفهم المتكلم والمخاطب. لكن عندما أقول زيدون غير معينين. هل فهمت الآن؟ عندما أقول زيدون أشخاص كل منهم اسمه زيد ولكن غير معينين، الزيدون معينون. هذا هو ما عليه الجمل. طيب هندات أشخاص كل اسمها هند، لكن الهندات معين، أشخاص معينة. ومسلمات، طيب قد يكون هندات اسم لشخص، قد يكون هندات اسما لامرأة واحدة، امرأة واحدة اسمها هندات، أو شخص اسمه بركات موجود، رجل واحد اسمه بركات. إذن هذا لفظه جمع المؤنث السالم ومعناه مفرد، هو أيضا ينون بتنوين المقابلة. قال فإنه، أي فإن التنوين في هذا اللفظ في مقابلة النون في زيدين ومسلمين، في كونه علامة لتمام الاسم. النون في مسلمون يدل على تمام الاسم، يعني لا يوجد حرف من حروف الاسم بعد النون. وكذلك التنوين في جمع المؤنث السالم يدل على تمام الاسم، كما أن النون قائمة مقام التنوين الذي في الواحد في ذلك. قاله الرضي، الإمام رضي الدين الاسترابازي العلامة المشهور الكبير صاحب شرح الكافية في النحو وشرح الشافية في الصرف. والرابع، القسم الرابع، تنوين العوض، تنوين العوض، ويقال تنوين التعويض. تنوين العوض وتنوين التعويض بمعنى واحد. وما تعريفه؟ هو ما يكون عوضا عن مهزوف، هو ما يكون عوضا عن مهزوف. وهذا المهزوف ينقسم ثلاثة أقسام، قسمين منها الحمد لله. هذا التنوين، تنوين العوض ما يكون عوضا عن مهزوف. وهذا المهزوف له ثلاثة أقسام، اتفق العلماء على اثنين منها واختلفوا في الثالث. طيب نبدأ بالمتفق عليهما. أولا العوض عن الياء،
الإواض عن الياء، يعني اسم منقوص يهزف في آخره الياء ويؤتى بالتنوين بدلا منه. إذن القسم الأول من تنوين الإواض تنوين الإواض عن الياء، وتعريفه هو ما يدخل في الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف. تنوين الإواض عن الياء هو ما يدخل في الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف. هو ما يدخل في الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف. المنقوصة، الاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة غير مشددة مكسور ما قبلها. مرة أخرى، الاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة غير مشددة مكسور ما قبلها، مثل قاضي اسم معرب يعني ليس مبنيا آخره ياء، وهذه الياء لازمة موجودة أينما وجدت الكلمة، وغير مشددة يعني الياء في القاضي ليست كالياء في كرسي، كرسي آخرها ياء مشددة، هذا لا ليس منقوصا، لا يعد منقوصا، غير مشددة مكسور ما قبلها، بخلاف الياء في مثل ظبي وهدي، هدي آخره ياء لكن ما قبل الياء ساكن، فهذا لا يعد منقوصا. فالمنقوص المعرب بهذا التعريف إما أن يكون منصرفا وإما أن يكون ممنوعا من الصرف. المنصرف تنوينه تنوين التمكين، مثل قاض هذا منصرف، معرب منصرف تنوينه تنوين التمكين. الممنوع من الصرف تنوينه تنوين العوض عن الياء، مثل ماذا؟ مثل جوار، جمع جارية، جوار جمع جارية، أصله جواري، جواري هذا هو الأصل، مثل إيه؟ مثل كواتب، كواكب، ثوابت، جواري مثل كواكب. فاستثقلت الضمة على الياء فهزفت، فصار فصار جواري بياء ساكنة، فهزفت الياء وجيء بالتنوين إوضا عنها فصار جوار. ومثله جواش، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم جواش، جواش جمع غاشية، أصله جواشي، هزفت الضمة لثقلها فصار جواشي، فهزفت الياء وجيء بالتنوين إوضا عنها فصار جواشي. إذن جواش ممنوع من الصرف، فتنوينه تنوين العوض عن الياء، بخلاف قاض تنوينه تنوين التمكين لأنه منصرف. وعندي أيضا أعيم في تصغير أعمى، أعمى ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ للوصفية ووزن الفعل، يصغر فيقال أعيم، جزاكم الله خيرا، يصغر فيقال إيه؟ أعيم، وأصله أعيمي، هزفت الياء وجاء بالتنوين بدلا منها. وكذلك يعلى علم،
على شخص اسمه يعلى يصغر فيقال يعيلٍ وأصله يعيلي، حذفت الياء وجيء بالتنوين إوضا عنها. هذا النوع الأول، تنوين الإوض عن الياء، وضابطه أن يكون في الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف. طيب القسم الثاني وهو متفق عليه أيضا، تنوين العوض عن الجملة، تنوين العوض عن الجملة. وتنوين العوض عن الجملة يدخل في كلمة واحدة فقط لا ثانية لها. ما هي هذه الكلمة؟ إذ، كلمة إذ. وإذ ظرف للزمان الماضي، ظرف للزمان الماضي يدل على الزمن الماضي. وعكسه إذا، وهو للمستقبل. إذا للمستقبل وإذ للماضي. إذ أينما وجد يستلزم الإضافة إلى الجملة. إذ لفظ يستلزم الإضافة إلى الجملة. وإذ قال ربك للملائكة، قال ربك للملائكة جملة في محل الجر مضافة إلى إذ. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، قلنا للملائكة اسجدوا جملة في محل الجر مضافة إلى إذ. وإذ نجيناكم من آل فرعون، نجيناكم من آل فرعون جملة في محل الجر مضافة إلى إذ. وإذ فرقنا بكم البحر، جملة فرقنا بكم البحر في محل الجر مضافة إلى إذ. وهكذا كلمة إذ، ومثلها إذا أيضا، ومثلها حيث ولما. هذه كلها ظروف تستلزم الإضافة إلى الجمل. حيث وإذا ولما، هذه الكلمات الأربعة ظروف تستوجب الإضافة إلى الجمل، إذ وإذا وحيث ولما. طيب ما يتعلق بإذ؟ تختص إذ بجواز حذف الجملة المضافة إليها، جواز حذف الجملة المضافة إليها والإتيان بالتنوين عوضا عن الجملة المحذوفة. إذ تختص بجواز حذف الجملة المضافة إليها والإتيان بالتنوين عوضا عنها. واحد يقول اتصلت بك ولم ترد، اتصلت بك ولم، فتقول له في الإجابة كنت حينئذ نائما. كنت حينئذ، ما معنى كنت حينئذ نائما؟ كنت حينئذ اتصلت بي، كنت حينئذ اتصلت بي نائما. اتصلت بي جملة في محل الجر مضافة إلى إذ، فهزفت وجيء بالتنوين بدلا منها، فهزفت الجملة وجيء بالتنوين بدلا منها. وهذا موجود في القرآن الكريم في أكثر من آية، قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. أصله وأنتم حينئذ بلغت الحلقومة تنظرون، حينئذ بلغت الحلقومة تنظرون، فهزفت جملة بلغت الحلقومة وجيء بالتنوين عوضا عنها. وكذلك في قوله تعالى في سورة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون، يومئذ يفرح
أصله ويوم إذ غلبت الفرس أها يفرح المؤمنون، أو ويوم إذ غلبت الروم الفرس يفرح المؤمنون. غلبت الروم الفرس جملة في محل الجر مضافة إلى إذ، فهزفت وجيء بالتنوين عوضا عنها. هذا القسم الثاني، تنوين العوض عن الجملة مختص بكلمة إذ فقط، عوض عن الياء وعوض عن الجملة متفق عليهما لا خلاف فيهما. أما الثالث المختلف فيه فهو ما يتعلق بالكلمات التي تضاف إلى المفردات وجوبا، وهي كلمة كل وبعض وأي، كلمة كل وبعض وأي، كلمة كل وبعض وأي، هذه الكلمات تستوجب الإضافة إلى المفردات. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل مضاف إنسان مضاف إليه. طيب، هذه الكلمات الثلاثة يحذف منها المضاف، المضاف إليه وتنون، بدلا من كل إنسان يقال كل، قل كل يعمل على شاكلته، بدلا من بعضكم يقال بعض، بدلا من أيكم يقال أي. فاختلف العلماء في أمر هذا التنوين، في أمر هذا التنوين، فاختلف العلماء في أمر هذا التنوين. بعضهم قالوا التنوين تنوين العوض عن الاسم المفرد المحذوف، كل أصله كل إنسان، فالتنوين عوض عن المضاف إليه، وهو القسم الثالث. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أصله أي اسم ما، فهزف المضاف إليه وجاء بالتنوين، قالوا هذا التنوين عوض عن المضاف إليه. وكذلك بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أصله بعضهم، فهزف المضاف إليه وجاء بالتنوين. بعض العلماء قالوا التنوين هنا تنوين العوض عن المضاف إليه، وهو القسم الثالث من أقسام تنوين العوض. والطائفة الثانية من العلماء قالوا لا، هذا التنوين تنوين التمكين، كل وبعض وأي أسماء معربة منصرفة، فتنوينها تنوين التمكين. وبعضهم قالوا التنوين في هذه الكلمات ذو وجهين، هو تنوين التمكين من جهة، وتنوين العوض عن المضاف إليه من جهة أخرى. فعندنا في القسم الثالث ثلاثة أقوال، ولعل الأقرب القول الثالث، ويليه القول الثاني، والقول الأول ضعيف. طيب نقرأ ما في الكتاب. والرابع تنوين العوض، نحو جوار عوض عن الياء، ويومئذ عوض عن الجملة. قال فالأول عوض عن حرف أصلي، أي اللام الكلمة وهو الياء، وأصله جواري. والثاني عوض عن جملة، وليس منه العوض عن المفرد. يعني صاحب هذا الكتاب على القول بأن التنوين في كل وبعض وأي تنوين التمكين وليس تنوين العوض، وليس منه، أي ليس من تنوين العوض، العوض عن المفرد في مثل كل وبعض، فإن تنوينهما تنوين تمكين يزول عند الإضافة ويوجد عند عدمها. هذا هو الصحيح، هذا هو القول الصحيح. طيب، هذه العبارة توهي بالخلاف في المسألة، هذا هو الصحيح. إذن هناك قول آخر على خلاف الصحيح، وهو القول بأن التنوين في كل وبعض ونهوهما عوض عن المضاف إليه، وهو قول فاسد أو قول ضعيف.
انتهينا من العلامة الثانية وهي التنوين، وفيها تفصيلات. العلامة الثالثة الألف واللام، ويقال ال، ويقال لام التعريف. ثلاثة أسماء لمسمى واحد: الألف واللام وال ولام التعريف. هذه الثلاثة كلها لمسمى واحد، أداة تدخل في أول الاسم للدلالة على معنى، حرف من حروف المعاني. هذه الأداة الغالب والأكثر أن تدخل على إيه؟ على الأسماء، أن تدخل على الأسماء. لذلك قال: والألف واللام في الاسم والصفة. الألف واللام في الاسم والصفة، أي الألف واللام التي تدخل في الاسم والصفة علامة تختص بالأسماء، لا تكون في الأفعال ولا تكون في الحروف. لكن قوله في الاسم والصفة ظاهره ينبه ويشير إلى أن الألف واللام قد تدخل على الفعل المضارع، كقول الشاعر: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرعي والجدل. ما أنت بالحكم ترضى، الترضى، ترضى مضارع مبني للمجهول، ترضى فبني للمجهول ترضى فدخل عل. فكأن الشيخ خالد يعتد بهذا، فإذا كان يعتد به فلا ينبغي أن تؤدى الألف واللام علامة للأسماء، لأن العلامة يشترط فيها الاضطراد ألا تكون في صاحب العلامة. طالما تدخل في الفعل المضارع فليست علامة، ولكن دخول على الفعل المضارع شاذ جدا، شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، والقياس عليه خطأ بالإجماع، كما نقل ذلك الشيخ عبد القاهر الجرجاني في شرحه على الإيضاح، الشرح على إيضاح الفارسي. والألف واللام في الاسم والصفة نحو الغلام واليقظان. والألف واللام أيضا لها أنواع متعددة، هناك المعرفة أداة التعريف، هناك الأهدية، وهناك الجنسية، وهناك الموصولة، وهناك الزائدة، وتحت كل قسم من الأقسام الأربعة أقسام فرعية. كلام كثير لا ندخل فيه في هذا المستوى. يعني ال لها أربعة أقسام على العموم: الزائدة وهي الداخلة على الأعلام، مثل الحسن، علم على شخص وفي أوله ألف واللام، هذه زائدة. الموصولة وهي الداخلة على الصفات، مثل الطيب، الألف واللام موصولة. المجتهد، الألف واللام موصولة، أي الذي يجتهد. المكرم، الألف واللام زائدة، أي الذي يكرم. طيب، الأهدية مثل الرجل، وأنت تقصد رجلا معينا. الجنسية مثل الإنسان في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. الجنسية، نعم. الاستغراقية من فروع الجنسية. الجنسية لها فروع، هناك الاستغراقية، وهناك كمالية، وهناك لتعريف الماهية، لا ندخل في هذا. لكن ألف الإنسان، إلا الإنسان الذي خسر، استغراقية، أي إن كل إنسان الذي خسر. مفهوم الكلام؟ طيب. والعلامة الرابعة والأخيرة قال: ودخول حروف الخط. الشيخ خالد على أن دخول حروف الجر علامة مستقلة، والجر علامة مستقلة.
ومنهم من يرى أن الجر فقط هو العلامة المستقلة، لأن حروف الجر قد تدخل في اللفظ على ما ليس باسم كابن هشام، لا يرى صحة اعتبار حروف الجر علامة للأسماء، لأنها قد تدخل في اللفظ على ما ليس باسم. العلامة المعتبرة فقط الجر بغض النظر عن عامل الجر. وغير ابن هشام من النهويين يفسر الجر بحروف الجر، أو يجعل الجر علامة مستقلة وحروف الجر علامة مستقلة، منهم الشيخ خالد، ودخول حروف الخفض نحو من الله ومن الرسول وكس الباقية. كس الباقية ينبه الشارح بهذه العبارة أن علامات ينبه على أن علامات الاسم ليست مقصورة على هذه الأربعة، هي كثيرة تزيد على 30، أكثر من 30 علامة. استقصاها الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر في النحو. السيوطي له الأشباه والنظائر في الفقه، ومن لا يعرفه ليس شافعيا، ولا يعرف كتاب السيوطي الأشباه والنظائر في الفقه فلا يعد شافعيا. تعرفينه؟ لا. أنت مالكية إذن. خلاص أنت مالكية، أهلا وسهلا بك، غير مقبولة في الشافعية. طيب، السيوطي له كتابان، كل منهما اسمه الأشباه والنظائر، أحدهما في الفقه والآخر في النحو. نتكلم عن الكتاب النحوي، ذكر أكثر من 30 علامة استقصاها وتتبعها من كتب النحاة وجمع فوق 30. كل عالم يختار من علامات الاسم ما يناسب مستوى الكتاب، فهو اختار 4 هنا فقال كس الباقية. ونكتفي بهذا القدر، المحاضرة القادمة ندخل في علامات الفعل بإذن الله تعالى. ومن له سؤال فليتفضل. تفضل. تفضلي. أسماء المبني. ماذا؟ سيباوي. اسم مبني. لماذا؟ ما هو المبني؟ من الاسم الذي يلزم آخره حالة واحدة، فسيبويه آخره كسرة في جميع الأحوال، تعريف المبني يصدق عليه. جاء سيبويه، رأيت سيبويه، سلمت على سيبويه. لماذا؟ إن شاء الله يوم القيامة نسأل العرب، يوم القيامة نسأل العرب لماذا سيبويه مبني، هؤلاء مبني على الكسر، لماذا مبني على الكسر؟ لماذا لم يجعله العرب مبنيا على الضم مثلا، أو لم يجعلوه معربا؟ نسألهم يوم القيامة إن شاء الله. لا، العرب عندنا، أنت لست موجودا في المحاضرات الأولى. العرب عند النحويين قد انقرضوا من أكثر من 1000 سنة، وكل من عداهم يتعلم العربية وهو يخطئ ويصيب. مستعد. سؤال آخر. تفضل. الكسرة التي من حروف الخفض. ما هذا السؤال؟ يعني مثلا بزيد الكسرة التي هذه الكسرة علامة الجر، علامة الخفض. طيب، وأي الكسرة الثانية؟ بي الباء مكسورة. تسأل ما الفرق بين الكسرة في بي والكسرة في زيد؟ هذا هو سؤالك؟ هو يقول نعم وأنت تقول لا، من السائل؟ هذا هو سؤالك؟ طيب، الكسرة في الحرف علامة بناء، حركة بناء لازمة لا تتغير. بي أينما وجدت الباء فهي مكسورة، هذه الكسرة لازمة حركة بناء. أما الكسرة في زيد فحركة الإعراب، إذا زال العامل زالت. في جملة أخرى أقول جاء زيد، مكان الكسرة ضم لزوال عامل الجر، لزوال سبب الجر.
فالكسرة في زيد حركة إعراب وفي بي حركة بنا. أها أجبت عن السؤال؟ أه؟ نعم. الحمد لله. سؤال آخر؟ سيدنا كيف نعرف الجملة المحذوفة في تنوين؟ الجملة المحذوفة نعرف. أحسنت السؤال، سؤال دقيق. التنوين في عز، تنوين في إز إوض عن الجملة. وكيف نعرف هذه الجملة؟ من خلال السياق. السياق ما ذكر قبل إز وما ذكر بعد إز والمعنى المستفاد من الكلام، من خلاله نعرف الجملة المحذوفة. تمام؟ تنوين عن المفرد هو أيضا من خلال السياق، وهو أصلا غير ثابت عند الشيخ خالد. ممكن المحذوف في كلمة كل وبعض كيف نعرفه؟ نعرفه من السياق أيضا. اسأل يا فرح، من يذاكر ويفكر لازم يسأل، وأنت دكتورة يعني طالبة في الدراسات العليا لابد أن يكون عندك استبصارات استشكالات. أها. لماذا سيبويه مبني؟ هذا هو سؤاله. أها. لماذا سيبويه مبني؟ هكذا استعمل العرب. أجبت عن هذا السؤال ولا الإجابة غير مقنعة؟ هذا هو، هذه هي الإجابة المقنعة، وكل ما عداها يمكن أن يؤترض عليها، لكن هذه لا اعتراض فيها. هكذا استعمل العرب. سيبويه مركب تركيبا مزجيا، سيب كلمة وويه كلمة أخرى، وفي اللغة العربية كل مركب تركيبا مزجيا آخره ويه فهو مبني على الكسر، ومن العرب من يجعله ممنوعا من الصرف، ولكنه على خلاف الأفصح والأصح. هناك من يجعله ممنوعا من الصرف، يقول إيه، جاء سيبويه، رأيت سيبويها، سلمت على سيبويها، لكنه شاذ. القول المعتمد عليه مبني على أنه مبني على الكسر. يجوز تدخل ألف لام في اسم سيبويه؟ عندما نرى من العرب لا يجوز. لا يجوز. السيبويه، السيبويه، هل قرأت هذا أو سمعت هذا؟ نعم. طيب، الكل هو اللفظ الشيء المركب، الشيء المركب، كل المركب والكل بمعنى واحد. تمام. سيدي ان شاء الله، ان شاء الله. ما هذا الجمال، ما هذا الجمال سيدي، نعيما الله يخليك. فهمت معنى الكل؟ طيب، والكلي هو اللفظ العام الذي يشترك في معناه أشياء كثيرة، مثل الإنسان، أنا إنسان وأنت إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، هذا يطلق عليه الكل. طيب، وصلى الله على النبي الكريم.